هذا الديربي 115 بين فريق رجاء والوداد ومركب محمد الخامس في هذا التاريخ. إذا أكد إلى أجواء جميلة جدا وتشكيلة الفريقين على الشكل التالي: خالد العسكري في حراسة المرمى وغلاس ما زكريا الهاشمي، عادل الكروشي، محمد الحاج، فيفيان مابيدي، جيجي كوكو، محسن متولي، عبد الإله الحفيظي، محسن ياجور، إسماعيل بن معلم، وعصام الراقي. فيما الاحتياط: ياسين الحاج، شمس الدين الشطيبي، عبد المجيد الدين، أحمد الرحماني، موكو كوندا، بدر كشاني، رشيد السليماني، والمدرب محمد فاخر. بالنسبة للوداد يدخل بالتشكيلة التالية: نادي المياغري، باقي الأسماء: أيوب الخليقي، زكريا زايد، نبيل الولجي، أمين عطوشي، محمد بن رابح، سعيد فتاح، أنس الأصبحي، بكاري كوني، الفواري، مالك يفون القابوري، وفابريسون داما الكونغولي. الاحتياط: ياسين الحواصلي، ياسين الرامي، عمر نجدي، مراد المسن، وليد الكرتي، ويونس حواصي. المدرب هو السيد عبد الرحيم طالي. طاقم التحكيم يتكون من الحكم رشيد بن حواجب، أول مقابلة له في الديربي، يساعد عاشق رضوان الحكم الدولي، وناهي خليفة الحكم الرابع القاضي ياسير. إذن والمراقبين رشيد مبشر وأحمد درشان. إذن قراءة الفاتحة. كانت هذه قراءة الفاتحة وما كان صور للمدرب محمد فخير وعبد الرحيم طالب. قراءة الفاتحة ترحما على أحد أفراد عائلة المسير السابق رشيد البوصيري بالرجاء، وكان هذا من طرف الحكم حكم المقابلة. إن لله وإنا إليه راجعون، تعزينا لعائلة الفقيد. ونعود لمجريات هذه المواجهة، للترقب، للانتظار، بأي متعة نترقب، بأي صورة يدخل فريق الرجاء بعد ضياع اللقب أمام الدفاع الحصري الجديد. مبروك للدفاع. بأي صورة يدخل الوداد وهو الذي يقدم عروض طيبة على مستوى الدوري المغربي، الرجاء كذلك على مستوى الدوري المغربي بعروض طيبة. إذن الجولة العاشرة إذن هي هنا في هذا الموسم 2013-2014 آلت لجمهور الفريقين لحد الآن بامتياز كبير بتفوهات وبرسالة واضحة من جمهور الوينرز إلى مسيريها، وكذلك جمهور الجرين بويز الذي كان خلف إنجاز تيفو هذه المواجهة 115. إذن ضربة البداية ستكون بأقدام فريق الوداد، أولى اللمسات، أولى الترقب. دعونا نستمع لهذه الهزيج، هذه الاحتفالية بمدرجات مركب محمد الخامس. إذن في نفس الوقت نرحب بالجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تتابع في كل مكان هذه المواجهة، مواجهة الديربي 115. صافرة البداية، انطلقت المواجهة بأقدام فريق الوداد. كيف يمكن أن تكون ولمن ستؤول؟ 15 دقيقة الأولى، هل سترسم خارطة الطريق في هذا الديربي 115؟ في ديربي يمكن أن نقول التفوق يبقى للرجاء، 35 مواجهة فيها انتصار، 26 للوداد و53 تعادل. اليوم 115 تدوين الأرقام والحسابات، ما يفوق تقريبا 96 هدف للرجاء، 88 هدف للوداد. هي أرقام ومعطيات وإحصائيات بين الغريمين، بين الإخوة، لن نقول الأعداء لأنهم إخوة. على كل حال هناك إصابة أحد اللاعبين، أظن اللاعب زهيد سقط على الأرض. إذن هنا لاحظوا صورة، كان أخذ ورد بالأيدي بين اللاعب زهيد والمهاجم فريق الرجاء. لكن ممكن نشوفوا الإعادة مرة أخرى لصورة سقط فيها المدافع زايد على الأرض. غادي تلعب كرة عن طريق التماس الخالق في التنفيذ بالأحمر والأخضر، يلون مركب محمد الخامس. كلما كان هناك لقاء للديربي
في هذا اللقاء المئة وخمسة عشر قبل وجيال وجيال. مرت هنا وهناك أسماء كبيرة، منها من وصل العالمية بالأندية الأوروبية، ومنها من انتقل إلى باقي الأندية في الدوري المغربي. كرة من الجهة اليسرى، كاروشي يعيد لأولحاج، أولحاج عند عادل الكاروشي، كاروشي غادي يبحث عن انطلاق بنفس تشكيلة لقاء نهائي الكأس كيدخل فريق الرجاء، ما عدا إشراك مبيدي كرسمي مكان اللاعب شمس الدين الشطيبي جليس كرسي الاحتياط. خطأ لصالح اللاعب محسن ياجور، غادي تلعب كرة عن طريق اللاعب عصام الراقي. أحد انتدابات هذا الموسم للرجاء، الانتدابات التي يمكن أن نقول أنها كانت بالجملة ومجموعة من الأسماء، يمكن أن نقول لحد الآن الجمهور الرجاوي يتابع فقط عصام الراقي في خضم هذه الانتدابات. الراقي 10 على 10 لحد الآن رفقة الرجاء. غتلعب كرة دائرية داخل منطقة العمليات، محاولة الإبعاد من اللاعب بن رابح، طريقة جميلة مثل هذه اللمسات تدون في صفحات الفيسبوك وتويتر لتبقى خالدة لدى الجمهور اليوم في عالم التكنولوجيا. فابريس، فابريس استفاق في آخر لقاء ويبحث عن ملامسة الشباك. خطأ لصالح فريق الوداد. على فكرة فريق الوداد تأجل اللقاء ديالو اللي كان منتظر نهاية الأسبوع القادم أمام فريق الأهلي المصري، هذه معلومة رسمية من مسيري الفريق، تأجل موعد لاحق. الأهلي وعد فريق الوداد أنه كيفما كانت نتيجة في كأس العالم للأندية سيجري مقابلة ودية في تاريخ لاحق رفقة فريق الوداد. الوداد اللي كان أمامه إكراه الدوري لأنه غيلعب يوم الجمعة المقبل. فريق الوداد تلعب كرة أمامية من جديد مرة أخرى أمام نهضة بركان، والوداد بالتالي تم تأجيل اللقاء ديالو أمام فريق الأهلي كمعلومة. كرة كتلعب عند بالمعلم، بالمعلم بالجهة اليمنى، حاولت بناء الهجمات من الخلف من طرف عناصر فريق الرجاء، محاولة تمريرة أمامية، فرصة صالحة فريق الرجاء على مقرب منطقة العمليات للبحث عن المراوغة. هناك عودة للتغطية الدفاعية من طرف عناصر فريق الوداد. يرجع كوكو، الراقي، الراقي يعيد الكرة الوراء، المعلم عند كل حاج، كل حاج كاروشي في الجهة اليسرى كيرفع كرة عند كاروشي عالية والتمس. 15 دقيقة الأولى صعبة على الفريقين بكل صراحة أمام هذا الضغط الجماهيري. محمد فخير يترقب وينتظر، عبد الرحيم طالب الإطار الوطني كذلك يترقب وينتظر. صورة جميلة كانت بين المدربين مع بداية هذه المواجهة، صورة معبرة بشكل كبير جدا. هنا كرة أمامية، فرصة صالح فريق الرجاء، زايد يبحث عن إبعاد الخطورة بالفعل والتمس. تماس غادي يتنفذ التماس عن طريق كاروشي، كاروشي كرة من جديد كتلعب كتجهد عناصر فريق الوداد، محاولة فيها خطأ لصالح الرقم 10 محمد بن رابح العائد إلى الرسمية في تشكيلة فريق الوداد.
الجهه اليسرى، الجهه اليسرى البحث عن التمرير من نبيل الولجي عند فتاح، فتاح الولجي في الجهه اليسرى جايب عندها العرضيه، راسي رجع مره اخرى كل هدوء. كاروشي كاميرا الكره خليقي اصبحي رجع مره اخرى، هناك اصابه اللاعب، شوفوا اللاعب المصاب، اللاعب المصاب في الخط الامامي ديال فريق الوداد. شوف الإعادة، لاحظوا فيفيان مابيدي حول للجهة اليمنى ورفع كرة أمام اللاعب أمين عطوشي، ما تمكنش من اللاعب الحافظي. صورة احتفالية بالمدرجات هنا وهناك بين الفريقين. أجواء خاصة جدا. في هذا الديربي، الديربي 115. المعلم في عملية التنفيذ. كرة من الجهة اليمنى كترفع أمامية في اتجاه مابيدي اللي كيلعب مكان الشطيبي كيف ما قلت في هذه المواجهة، عكس مكان في اللقاء السابق لفريق الرجاء في نهائي الكأس اللي كان الشطيبي وكرسمي. كوكو كوكو كيمرر الكرة عند حفيدي، الحفيدي الحافظي اللي نزل مستواه بشكل كبير بكل صراحة، خصوصا بعد الكأس الإفريقية المشاركة ديال رفقة المنتخب الوطني المغربي. الحافظي اللي أصبح محط انتقاد بالنسبة لجمهور فريق الرجاء. تعود الكرة من الجهة اليمنى الأصبحي، الأصبحي كيرفع كرة بطريقة جميلة داخل منطقة العمليات وأقرب إلى خالد العسكري بعد التغطية الدفاعية. نشوفوا الإعادة، صاب خالد العسكري بعد هذه العملية. كرهنا فريق الرجاء 15 نقطة ولقاء مؤجل غيتجرى أمام فريق الدفاع الحسن الجديد بمدينة الجديدة الخميس المقبل على الساعة الثالثة، والرجاء سينازل فريق حسنية أكادير بالملعب الكبير باش يقوم بلقاء في نفس الوقت ديال البطوله، وفي نفس الوقت غادي يجرب الملعب الكبير اللي غيلعب فيه لقاء الاول امام اوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه التي ستقام بمدينه اكادير ومراكش. وفريق الرجاء سينازل حسنيه اكادير يوم الثلاثاء المقبل، ماشي الثلاثاء، الثلاثاء الذي يلي الخميس المقبل غينزل فريق الدفاع الحسني الجديد في مؤجل الجوله التاسعه. كره من الجهه اليمنى لفريق الرجاء بات عن التمريره لكن بدون عنوان، عنوانها نادر المياغري، نادر المياغري عميد الفريق. كره اماميه من راسية كترجع مره اخرى، الراقي الراقي واتمس كاروشي تنفيذ. هذه الكاروشي لاحظوا عناصر فريق الوداد كتضغط على حامل الكره وكتلعب بطريقه يمكن نقول دفاع متقدم كيوصل حتى لمنطقه العمليات ديال الخصم، وهذا اللي كيعني ان فريق الوداد كيبحث على تقدم في النتيجه في وقت مبكر، فيما فريق الرجاء كيحاول انه بكل هدوء يبني الهجمات ديالو. متولي كيرفع كره اماميه، واش يتمكن منها اللاعب ياجور ويخرج الكرة للتماس، عوض تركها في الركنية. طالب مواليد 1963 المدرب الذي عنده تحدي يمكن نقول لحد الآن ناجح في المهمة بشكل واضح بسبب التغييرات الكبيرة اللي قام بها تشكيلة فريق الوداد والنتائج الإيجابية اللي كيرسمها رفقة فريقه فريق الوداد الخالقي.
براسية الجهة اليمنى، اعتماد على الجهة اليمنى طرف فريق الوداد. الأصباحي كرجع مرة أخرى، كوني، زهيد كوني، بكاري كوني، كيعرض على كورتو، كيمرر الكرة عند نبيل الولجي بالرابح، محاولة كتضيع الكرة، كتصبح عند الراقي كتلعب بطريقة جميلة، محاولة كيراو كيمرر الكرة عند الحافظي هناك تسلل على اللاعب عبد الإله الحافظي. شوفوا الإعادة، هنا الإعادة، التسلل كان واضح في الحالة السابقة. أيوب فابريس اونداما، كوني كتلعب كرة في الجهة اليمنى، الأصباحي يبحث عن التمرير، يمرر الكرة بطريقة جميلة بالكعب، كرجع مرة أخرى بالرابح، ضغط فريق الوداد في هذا الأثناء يتواصل، كرة أمامية. إذا هي لحظات للبحث عن التقدم في النتيجة، هناك فرصة البحث عن الإبعاد من الهاشمي، تعاود من جديد مع عملية الانطلاق، محسن متولي اللي رجع، انه شفنا رجع يبحث على الكره من الوراء، كتضيع الكره في وسط الميدان، اليد الواحده لا تصفق، كترجع الكره من جديد، كان بامكانه التمرير، كترجع عند فتاح كيمرر الكره هذه بطريقه جميله عند فابريس عند الاصبحي كيستير فوق المرمى، كره الوداد الاخيره. تنشوفوا الاعاده، انس الاصبحي ب 1993. لاعب من اللاعبين اللي يدخلوا في خانه اللاعبين اللي لعبوا هنا وهناك، لكن لعب رفقه رجاء على مستوى الامل، واصبح رفقه فريق الوداد في الفريق الاول وبالرسميه. هنا محاوله لصالح فريق الوداد في عمليه الانطلاق، والوداد لحد الان احسن في بناء الهجمات والضغط على الخصم. فريق الرجاء كي ينتظر اي محاوله اللي بامكانه من خلالها انه يصطاد الهدف الاول. ناش خطة التسلل أمام اللاعب الحافظي، التسلل كان واضح مرة أخرى. تواريخ مهمة مرت في مسار الديربي بالأسماء الكبيرة التي عاشت على إيقاع هذه أو هذا العرس الكروي المغربي. أكيد العديد يتابع والعيون تتابع في لقاء ياما لقب بمجموعة من الأسماء ممنوع على المرضى من القلب وعلى المرضى بالقلب، ومجموعة من العناوين. كرة أمامية في ديربي يقسم الدار البيضاء بصورة خضراء وحمراء بين الأهالي، بين الأصدقاء، بين العائلات، هكذا كان الديربي. ولازال كرة أمامية تعود بجد، طريقة جميلة مترابطات بين عناصر فريق الوداد، كتلعب كرة في وسط الميدان، كوني خطوها من الحافظي اللي كيرجع للتغطية الدفاعية، الحافظي متولي عند الهاشمي كينتقم الكرة، سكري الهاشمي غيبحث على التمرير، كرجع عند متولي، حافظي غيبحث على اختراق أو المراوغة، الحافظي كتضيع له الكرة أمام الطوشي، رجع كرة الوراء، عسكري، خالد العسكري، الحادي عشر من الشهر المقبل بجنب موعد الرجاء مع العلنية من جديد في كأس العالم للأندية أمام أوكلاند، هذه المرة من بوابة الدوري المغربي الاحترافي بعد مشارك سنة 99 بعد فوزه بعصبة الأبطال الإفريقية اللي كانت هي الثالثة في مشواره. كرة من جديد في وسط الميدان عند بالرابح، كرة في جيل من عند الأصبحي أمام المساحة، غيبحث عن التمرير الأصبحي كيمرر الكرة،
عند فابريز، فابريز كانت تلعب كرة عند كوني، والحكم كان قريب من العملية يقول أن هناك خطأ، خطأ لصالح فريق الوداد. شوفوا الإعادة، حكم رشيد بوحواجب كان قريب من العملية. من خيرة الأسماء على مستوى قائمة حكام كرة القدم الوطنية كذلك رشيد بوحواجب صاحب التجربة، جوج ديال السنوات أمام هذا الحكم، يبحث وسيبحث على إعطاء الأحسن في المشوار المتبقي له. بدل المياغري كان عنده حديث مع اللاعب الأصبحي، نشوف عملية تنفيذ الكرات الثابتة، هل تكون أحد الحلول في التنفيذ؟ صاحب الاختصاص نبيل الولجي، وهناك بكري كوني، فرصة لصالح فريق الوداد عن طريق كرة ثابتة، يكون هناك عملية التنفيذ عن طريق الولجي أم كوني؟ فرصة للوداد، هتلعب كرة دائرية كوني كيستو، بكاري كوني لمسة إفوارية غابت لمدة عادت في الديربي لتعطي الهدف الأول للوداد. الوداد يتقدم بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء، حاول بأكثر من مرة فريق الوداد عن طريق الاختراق، لكن عن طريق الكرة الثابتة تحت تساؤل هل ممكن أن تكون هي الحل بالنسبة للكرات الثابتة في هذه المواجهة؟ بالنسبة للوداد نعم، عن طريق كرة ثابتة سجل الهدف الأول بكاري كوني. إذن دقيقة 25 فريق الوداد كيف افتتح تسجيل بهدف جميل عن طريق بكاري كوني، هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء. كيف هي الأجواء بعد هذا الهدف؟ وكيف يمكن أن تكون محمد فخير في حديث مع اللاعبين، وهنا نادي المياغري كذلك حديث مع اللاعبين باش يرجعوا لإتمام المواجهة، لأن كان عندهم احتفالية مع جمهور الوينرز. الوينرز الجمهور الذي يعود للمدرجات في هذه المواجهة بحكم الرجاء والمستقبل، الوينرز اللي كيعطي دفعة واضحة بالنسبة للاعبي الوداد في هذا اللقاء. كرة لصالح فريق الرجاء بالمعلم الهاشمي، كرة من جديد عند محسن متولي كبر الكرة بطريقة جميلة عند ياجور كيدخل منطقة العمليات، هناك تغطية دفاعية وتماس لصالح فريق الرجاء. غادي نشوفوا العملية ديال التبرير مرة أخرى، غيدخل منطقة العمليات غيبحث على التبرير، كيمرر فرصة لصالح فريق الرجاء، دائما محاولة، هناك تغطية دفاعية كرجان على راس الفريق الوداد، وحكم يقول تماس. طالب متقدم في النتيجة، هي ترقب الدقائق المقبلة، احتفالية هنا بمدرجات و ب الالترا الودادية التي تحتفل بهذه النتيجة بالربح. كيرفع كرة أمامية هناك بالمعلم، كترجع مرة أخرى عاد متولي رجع الوراء، عناصر فريق الوداد الان كيرجعوا نفس ميدانهم، اكيد تقدم في نتيجه في الديربي شيء ماشي سهل، لكن غيبحث فريق الوداد انه يحافظ على هذه النتيجه، في نفس الوقت ربما غينهج خطه الهجمات المرتده. الراقي لا يجد المساحات امام عناصر فريق الوداد، الراقي عصام الراقي كاروشي الراقي ينطق بالكرة، هناك الخالقي والتماس، كان حديث مطول بالنسبة للرجاء عن إمكانية وكيفية الخروج من النتيجة الأخيرة، نتيجة نهائي الكاس لمواجهة الوداد. في هذه المواجهة الوداد بمعنويات مرتفعة خصوصا بعد النتائج الإيجابية الأخيرة والأسماء التي تؤدي تشكيلة وترسانة فريق الوداد. محمد فخير تتواصل التعليمات في لحظات البحث عن العودة بالنتيجة،
موساندو. تاريخ الوداد يحضر اليوم لاحد اجود المحترفين في مشوار النادي. تعود الكره من جديد الخليقي كيمرر الكره كجمره اخرى المغرب ضغط العمليات البحث على التمرير. هناك تغطيه دفاعيه كترجع عند الراقي. الراقي غيبحث على تمرير كيمرر الكره في اتجاه ياجور. هناك تغطيه بطريقه جميله من امين عطوشي كترجع مره اخرى وش غيترتفع الايقاع عامله في هذه الدقائق. هناك الراقي كيلعب عند فيفيا المابيدي عند الهاشمي يبحث على التمرير. محاولة أخرى كترفع كرة أمامية داخل منطقة العمليات. هناك تغطية من زهيد وضربة مرمى. ترجع كرة عند المياغري الخالقي زهيد يعيد الكرة عند المياغري. المياغري كيرفع كرة أمامية. هناك كوكو حافظي فيفيان مابيدي الجهة اليمنى عند الهاشمي. الهاشمي غيبحث على تولي لكن الكرة كانت دون عنوان أقرب إلى المياغري. وشعيب المباركي اسم رجاوي آخر كان حاضر في كأس العالم للأندية سنة 99-2000 أو سنة 2000. شعيب المباركي يحضر لمتابعة ومساندة ناديه السابق الرجع. المياغري إذا هدف خلى فريق الوداد أن يحاول السيطرة على إيقاع المقابلة. خفض الايقاع بعد ما هو اللي كان السباق لاخذ المبادره والبحث عن التسجيل. وفريق الرجاء الان اصبح كيحتاط وفي نفس الوقت كيبحث على اي طريقه لبلوغ مرمى فريق الوداد. راسيه كترجع من جديد. ايفونا كترجع كره عند الراقي. كتغيب الحلول لما كتكون كره عند فريق الرجاء لان بسرعه كينتشر عناصر فريق الوداد. التغطيه الدفاعيه كره اماميه اقرب الى المياغري. 31 دقيقة دائما تقدم الوداد بهدف مقابل الشيء. الولجي من جديد القادم من الكوديم رفقة زايد إلى الوداد. محاولة أخرى ضغط على حامل الكرة من طرف عناصر رجاء فهد لدنا كتلعب كرة أمامية. فابريس كيسترجع الكرة بطريقة جيدة. فابريس كيتقدم الكرة كيمرر عن ملك إيفونا. هناك كل حاج في التغطية الدفاعية كترجع كرة عن إيفونا. الكابوني يعيد الكرة الوراء. محاولة للعرضية كتلعب كرة دايرية. هنا محاولة أخرى عند الخالقي والتماس لصالح فريق الوداد. غادي تنفذ التماس كرة في الجهة اليمنى. كوني تماس آخر صالح فريق الوداد. خليقي هناك إعادة تنفيذ كيقول الحكم رضوان عاشق. كوني الإفواري الحديث كان عن إمكانية أو الحكم شاف أن هناك لمسة يد. الحديث عن بكاري كوني على أن يكون خليفة بوبلي أندرسون. بوبري اندرسون هل هناك امكانيه ان يكون معار للوداد؟ هذه تبقى اشياء بانتظار تاكيدها في قادم الدورات. شكرا من جديد لكن كولي لحد الان بهذا الهدف الاسهم ديالو غترتفع عن جماهير فريق الوداد لان الديربي كمعيار بالنسبه للجمهور الغريمين معيار مهم جدا لان يمكن نقول حتى تاريخيا كان الحديث عن من يقول. هنا محاوله صار فريق الرجاء محاوله التمرير المغرب ضغط العمليه ترجع مره اخرى الحافي او هاشمي كيمرر الكره الجهه اليمنى عند محسن متولي كيبحث على المراوغه والتمرير. كيمرر الكره كتمر عند متولي داخل منطقه العمليات كتضيع له الكره ما كيتركوش مساحه امام عناصر فريق الرجاء عناصر الوداد. فتح كذلك في خانه اللاعبين للعب رفقة فريق رجاء ولعب ديربيات رفقة فريق رجاء مرة أخرى ديربي آخر يضاف له ب
برفقة تربيات أخرى بقميص الوداد. فابريس أونداما معشوق جماهير الوداد، سجل كيف ما قلت أمام فريق أولمبيك فريبكا وضمن الرسمية بعد ما سجل جوج ديال الأهداف، وهل سيحافظ على الرسمية؟ كرة أمامية كترجع مرة أخرى، كتضيع الكرة، خطأ يقول الحكم صالح اللاعب مالك إيفونا. كرة من الجهة اليسرى، البحثة العرضية، كرة دائرية، تدخل خالد العسكري، كاروشي كتبرر الكرة، الجهة اليسرى عند الحافظي، الحافظي غيطلق بالكرة، الحافظي أمامه يا جور، الحافظي كيبحث عن التمرير، كيبرر اتجاه متولي، متولي أمام مفتاح كيبرر الكرة وكترتطم باللاعب أمين عطوشي وتصبح أقرب إلى الحارس نادي المياغري. المياغري كرة أمامية، هناك خطأ صالح والحاج عبر السوق دابا مولد 1988 1978 كرة عند فيفيان مابيدي، كتلعب كرة في الجهة اليمنى عند الهاشمي، الهاشمي عند متولي، كيتحرك فريق رجاء في هذا الأثناء، كيبحث على التعديل، متولي كيبحث على المراوغة والتمرير، متولي كيبحث على المراوغة، كيبحث على دخول منطقة العمليات بالفعل، وهناك تغطية دفاعية والحكم يقول ضربة مرمى. الحلول الفردية من طرف محسن متولي من أجل المساندة الهجومية، هجوم الرجاء يعاني لأن محسن ياجور لوحده ما سجلش أهداف كثيرة هذا الموسم وضيع فرص عديدة، وبالتالي يمكن أن نقول أن الخط الأمامي في غياب حمزة برزوق الموقوف وفي غياب كذلك ياسين الصالحي يمكن أن نقول أن فريق رجاء يعاني بشكل كبير من الخط الأمامي، وهذه أحد النقاط اللي ممكن أنها تكون عائق أمامه في المباريات المقبلة على مستوى كأس العالم للأندية. والتمريرة كترجع مرة أخرى، الراقي كينطق بالكرة، كيمرر الكرة أمامية عن قرب إلى المياغري، نادي المياغري مولد 1976، رجل التجربة والخبرة، مد وجزر بينه وبين عشاق الوداد في أكثر من مرة، بين الأداء الجيد وحضوره المتميز وبين الشك في قدراته، لكن نادي المياغري مرة أخرى بالرسمية وبحضور جيد رفقة فريق الوداد. جمهور الرجاء يستند ويترقب وينتظر محمد فخير بدوره رفقة الطاقم التقني. شوفوا الإعادة لهدف كوني، طريقة جميلة جدا، اكتفى الحارس خالد العسكري بمتابعة الهدف بالعين المجردة فقط. لاحظوا مرة أخرى تلعب بطريقة جيدة، لأن الكل كان كيظن أن اللاعب نبيل الولجي هو اللي غادي يسدد الكرة، لأنه سبق سجل أهداف عن طريق كرة ثابتة هذا الموسم. كوني غادي تنفذ التماس، الراقي يعيد الكرة لفريق الوداد، ياري كيرفع كرة أمامية مرة أخرى، الجهة اليمنى عند متولي، تبرر الكرة جميلة عند حفيدي، فرصة لفريق الرجاء، ونادي المياغري يتدخل لإبعاد هدف التعادل، ومرة أخرى يتألق نادي المياغري أمام اللاعب الحفيدي الذي ضيع أحد أبرز الفرص للرجاء للعودة في النتيجة. كرة أخرى من جديد لفريق الرجاء، جماعة المغرب منطقة العمليات، ثلاثة ديال اللاعبين في منطقة واحدة، صعيب لأن كيتضح أن ما كاينش تفاهم في الخط الأمامي بين فيفيان مابيدي وكذلك ياجور،
شوفوا الإعادة، كرة فيها ثلاثة ديال أو جوج ديال اللاعبين ياجور وفيفيان مابيدي. هذه المحاولة اللي كان بإمكان فريق الرجاء أن يسجل من خلالها هدف التعادل، لكن كنت تتحدث على النادي المياغري اللي بالفعل تألق في هذه المحاولة لإبعاد الهدف عن مرماه. كرة براسية تعود من جديد، الحافظي يتضح أنه فقد العديد من مميزاته. كرة في الجهة اليسرى في اتجاه عادل كاروشي، كاروشي يبعث على التمرير، كتمر الكرة مابيدي كترجع عند الراقي، الراقي في الجهة اليمنى في اتجاه الهاشمي، لكن ما تمكنش منها اللاعب زكريا الهاشمي. تماس لعبات كرة بسرعة، الولجي كيرفع كرة كترجع من مالي كيفونا بالمعلم الرقي. فريق الرجاء اللي كيضغط في هذه الدقائق على فريق الوداد، فريق الوداد اللي كيحاول انه يحافظ على النتيجة والتقدم بهدف مقابل لا شيء. كرة من جديد كوكو عند الحافظي، حافظي كيمرر الكرة، فرصة وهناك تماس. محاولة أخرى داخل منطقة العمليات والركنية، هناك اللاعب مصاب واللاعب زهيد زكريا زهيد كيتصاب بشد عضلي، إذن ربما هناك طلب للتغيير، تغيير اللاعب زهيد. نشوفوا ان كان الحركه ديال الزملاء ديالو كيطلبوا انه يتغير، ماشي اللاعب الرابح، اللاعب زايد اللي سقط على الارض، هذا اللاعب الرابح. غير واش يكون هناك تغيير في تشكيله فريق الوداد؟ مركب محمد الخامس اللي تمتلئ بالجماهير هنا وهناك الا بعد كنقول الاماكن قليله اللي بقات بدون حضور جماهيري، والى اماكن اللي يمكن نقول انها كتعيق الفرجه بالنسبه للجمهور. والفرجه مضمونه، خاصة تكون مضمونه خصوصا في هذه الارضيه، ارضيه مركب محمد الخامس. برافو المسؤولين والسائرين على هذه الارضيه. من الراقي كيرفع كره دائريه، محاوله كترجع مره اخرى، البحث عن سديد، سديده لكن بعيده على مرمى الحارس نادي المياغري. زهيد واش يتم التغيير ديالو ام لا؟ ربما كيتصاب وبالتالي سنتابع هل سيكون هناك تغيير اضطراري. بالفعل غادي يدخل ياسين الرامي مكان اللاعب زهيد اللي تصاب شد عضلي في الفخذ والحاج. كاروشي حافظي، هناك لاعبين ديال الرجاء كيطلبوا من اللاعب فابريسو انضم انه ينهض لاتمام المقابله، والحكم يتدخل يشوف ان يطلب الاسعافات الاوليه للاعب فابريسو انضم. لأن اللاعب مازال متوقف. شوفوا هنا الإعادة، صعب فيها إصابة. نتمناو 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 ما تكونش إذن تدخل وإسعافات أولية. نتمناو لأن الطريقة باش كيدخلوا، لأن الحركة اللي تصاب من خلالها فابريس أونداما، نتمناو ما تكونش إصابة خطيرة، لأن نشوفوا الإعادة إذا كان ممكن، ونشوفوا الطريقة ديال السقوط ديال لاعب فابريس أونداما. نتمناو تمر بسلام، لأن يغمى عليه، يغمى عليه، هناك حالة إغماء،
حالة إغماء لفابريس أونداما، حالة إغماء. غادي نشوفوا أن إذا فابريس أونداما بخير وعلى خير. تكررت هذه الصورة، نتذكر نبيل مسلوب ولا أريد ذكر شيء آخر. ذكريات مؤلمة خصوصا للوداد في الديربي المرحوم بالخوجة فابريس أونداما. إذا حالة إغماء، وكنظن أنه بخير لأنه الآن كي هناك حديث بينه وبين طبيب الفريق. إذا لأن الطريقة باش طاح، إلا شفنا الإعادة فقط نشوفوا الطريقة باش طاح، ماشي عن طريق التدخل. تصاب لأن دار اليد على الصدر. نشوفوا، نعم لاحظوا، يعني توقف فابريس أونداما وضع اليد ديالو وسقط على الأرض. إذا هذه الحالة ديال الإغماء، نتمناو ما تكونش إصابة خطيرة لفابريس أونداما وأي لاعب كيف ما كان. بالفعل هذا فابريس أونداما يريح الجماهير، حتى الجماهير الرجاوية، حتى الجماهير الرجاوية تصفق بروح ريادية كبيرة في المدرجات. جمهور الرجاء كيصفق على فابريس أونداما، هذه هي الروح الرياضية. يعني مثل هذه الصور غريب غريب غريب، أمر الديربي على مستوى رقعة الميدان. لما صراحة باش نوضعوا الصورة، الضغط ماشي غير على الجمهور، الضغط على اللاعبين. إذا لاعب اللي كيدخل كيشوف 40 50 60 ألف متفرج، والهزيج والاحتفالية، ضغط كبير كبير جدا على اللاعبين. فكيصابوا بحالة إغماء، وحالة ديال الإغماء عديدة. وفابريس أونداما ينهض في آخر مطاف. قلت شفنا أسلوب السنتين الأخيرتين والمرحوم بالخوجة، لكن ما بغيتش نتكلم على بالخوجة لأن فابريس بخير وعلى خير، لكن قلت بأسلوب لأن كان صاب حالة إغماء حتى هو كذلك ونهض. إذا فكنظن حتى الاستعداد النفسي خاص يكون عنده دور ديربي كيف ما هو معمول به في جميع المباريات الكبيرة العالمية والدوريات العالمية. وغير جاء فابريس أونداما لإتمام المواجهة. غادي نشوفوا الكرة، كان تدخل من الخالقي اللي قدم الإسعافات الأولية بدوره لفابريس أونداما. تعود الكرة من جديد عن طريق التماس. هنا التغيير، يدخل زايد. كنظن أن فابريس إلا كان ممكن نشوفوا فابريس فابريس رخص له طبيب الفريق بإتمام مقابلة كيشرح لعادل كاروشي ما وقع، ويتمم المواجهة فابريس أونداما. كترجع كرة من جديد للتباس، لعبت كرة محاولة لصالح فريق الوداد، كتلعب كرة أمامية من جديد في الجهة اليسرى، كتلعب كرة بسرعة، محاولة عن طريق الراقي. 4 دقائق وقت بدل ضائع، يقول الحكم الرابع حافظي. كوكو ليفيان مابيدي، كترجع عند الراقي، الراقي تبريرة كترجع عند فتاح، حتى عند كوني مرة أخرى لصالح فريق الوداد. مقطوعة الكرة كتصبح عناصر فريق الرجاء. تبريرة أمامية، محاولة الجهة اليمنى عن طريق ياجور. ياجور كيدخل منطقة العمليات، ياجور كيبحث عن المستردة الهجومية، كيمرر عند فيفيان مابيدي، محاولة تسديد، متولي كيمرر الكرة الجهة اليسرى عند كاروشي. كاروشي غيبحث على العرضية، كيرفع كرة دايرية، كرجع بالراس، محاولة عند كوكو. كوكو غيبحث عن تسديد، كيمرر الكرة عند الهاشمي، الهاشمي كيرفع كرة ما كانش طريقة جيدة، كرجع عند الراقي، الراقي كيبحث عن تسديد، الراقي كيسديد، ومحادية لشباك الحارس نادي المياغري. وحادي لشباك الحارس نادي المياغري، تسديدة عصام الراقي. 4 دقائق وقت بدل ضائع. ضربة مرمى نادي المياغري في التنفيذ. كرة أمامية، ترجع مرة أخرى في وسط الميدان، الجهة اليسرى. فريق الوداد كيبحث عن الخروج في الجولة الأولى، متقدم في النتيجة بهدف مقابل لا شيء.
باش يرفع المعنويات ديال اللاعبين ديالو. فريق رجاء كيبحث على التعديل، هنا كره اماميه اتجاه مالي كيفونا، افرو كيدخل بضغط العمليات فرصه او ثاني اخطر محاوله للوداد عن طريق الاختراق من اللاعب مالي كيفونا الكابوني، كاد ان يسجل الهدف الثاني لولا تدخل خالد العسكري في لحظة توغل فيها مالك كيفورا من الجهة اليسرى للوداد اليمنى للرجاء، وبحث على التسجيل لولا تدخل خالد العسكري. إذا محاولة كانت خطيرة للوداد، وكونيف تنفيذ الركنية، كونيف تنفيذ الركنية، تابعوا عملية التنفيذ، كتلعب كرة دائرية، كرة عالية، البحث عن راسية، تدخل العسكري، رجع مرة أخرى مالي كيفونا والتمس. كنقول الوداد عرف كيفاش يسير الجوله الاولى، عبد الرحيم طالب عرف كيفاش يسير ايقاع الجوله الاولى، وكان تقدم في النتيجه ولا زال لحد الان عن طريق الكره الثابته اللي كانت هي الحل امام فريق الوداد. وفي الاثناء يعلن الحكم رشيد بوالحواج بعد نهايه الجوله الاولى بتقدم الوداد بهدف مقابل لا شيء امام فريق الرجاء في الديربي 115. هنا الاعاده لمحاوله فريق الوداد عن طريق اللاعب مالي كيفونا امام بالمعلم لدخول منطقه العمليات، وكان هناك تدخل من خالد العسكري. مشاهدينا الكرام في كل مكان نلتقي مع بدايه الجوله الثانيه ان شاء الله في امان الله. حصيلة الأسبوع ترصد وتواكب النسخة الثالثة من البطولة الاحترافية، روبورتاجات، كواليس المباريات، صخب الملاعب وصدى المدرجات، نقربكم من استعدادات ونتائج المنتخبات الوطنية. حصيلة الأسبوع تتابعونها مساء كل أحد بنتم الساعة 9 مباشرة على قناة الرياضية. منافسة الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية. المغرب الفاسي يستقبل النادي القنيطري، مباراة تشاهدونها الأحد ابتداء من الساعة 5 مساء على القناة الرياضية. عندي انا عندي جوج الحاجات في حياتي اللي بقات لي، والديا ماتوا، بقات لي الكوظيم وولادي. على مدى مسافة زمنية طويلة ظل فريق النادي المكنسي احد اسس كرة القدم المغربية، ضم لاعبين كبار طعموا المنتخب المغربي وساهموا في اغناء سجل انتصاراته. عند الحديث عن عبد الغني نكحل الملقب بالغويني، فالحديث سيكون عن اسم ساهم بشكل لافت في رسم ملامح الفريق الكبير للنادي المكنسي. للملعب البلدي بالمدينة الإسماعيلية مكانة خاصة في المسار التاريخي لكرة القدم المكنسية، هنا تألق الجيل الذهبي للكوديم، ومن هنا عبر الغويني في مسار رياضي طويل مفعم بأطياف وفيرة من الذكريات والأحاسيس. أحلى ذكريات عندي هو هنا في الملعب. أولا جيت كمبتدئ مع نجوم اللي كانوا في النادي المكنسي مثل حميد الدوس، به غزالة وعمار مبارك، بديت معاهم أنا وأنا عندي 19 عام، وكنت تنخاف باش نلعب معاهم وتنتريني مع هذوك. بالنسبة لي الدولة كوب كأس العرب 66 ولعبوا برودي، عندي واحد بالماريس مزيان وانا صغير بزاف اخبار كاين تعاونوا معايا.
حنا تنجيو هنا باش نلعبوا في الثلاثه، حنا مازالين هنا في الترونزات ولا في هذه تنسمعوا الاصداء نتاع الجماهير اللي تتشجع، وحنا مازالين فلوطين. ملي تندخلوا هنا كانوا شعارات وكانوا لافتات بزاف، المباريات داروا هنا وبزاف النجوم لعبات هنا، ماشي غير حنا، فارس لعب هنا، الهزاز، العربيه، الزاكي، كانوا كل فرقه تتمتاز بثلاثه اربعه د النجوم، ماشي غير النادي المكناسي، كل فرقه الا عندها نجوم ديالها، وهذيك النجوم هما اللي تيجيبوا واحد الجمهور كثير. كنا واحد الوقت هنا في هذا الملعب هذا درنا الطريفه لفرقة البرميديز 4-0، الرجاء 4، الفتح 4، الوداد اللي زلقات لنا خسرات بجوج، حتى ولاو الناس تيتخوفوا يجيو يلعبوا في مكناس، تيقولوا حقا التراب، حنا ما مولفينش التراب، تيبداو يتخبعوا حنا، ولكن القوه ديال النادي المكناسي في العناصر ديالها وفي الالتحام ديالها، لا مكتب ولا زمور. لأحياء المدينة القديمة لمدينة مكناس دور ريادي في صقل مواهب الغويني، من هنا مر طفل صغير ولا يزال الارتباط موصول. هنا عبق التاريخ، وفي هذا البيت كانت البداية، وفيه الحنين إلى الماضي وأيام الزمان الجميل. الكوديم فزيت لها أنا في 70، كانت في القسم الثاني، فديك الساعة كانوا تيطلعوا ويهبطوا وسموهم بحال سانسور، فالمكتب قرر باش يبني فريق، اي فرقه فيها شي عنصر ولا عنصرين بداو تيجمعوا في مده عامين 3 سنين تكونت فرقه مزيانه من ولاد المدينه اللي غادي يعطيو واحد انطلاقه صحيحه بالنسبه للنادي. فاش طلعنا في 75 كان ديك الساعه الفريق الوطني تيدير مقابلات حبيه يوم الخميس مع زول الفرق الوطنية، ومن الصدف كان المدرب بردريسكو عيط للنادي المكناسي في مناسب ديروا معهم ماتش، وطلعنا نلعبوا معهم مقابلة، وفداك في نفس الوقت ديك المباراة بين كلوبين في المساواة، المعسكر الثاني عيطوا لي التحقت، فلقيت لاعبين كبار وسمعة سابقة، فراس، عشيلة، الشريف، بابا، عندهم واحد القوة في الكورة وعندهم الوزن كبير. الأشياء اللي حققت مع المنتخب هو المرتبة الأولى، وحرزنا على الميدالية الذهبية في دمشق العام العربية الخامسة، ومن بعد جينا درنا بعض المقابلات الحبية وتنوجدوا الكأس العالم اللي تلعبت في الأرجنتين في 78، وخلنا الحظ مع تونس، كنا درنا 1-1 هنا، كنت أنا محظوظ بمركز الإصابة على عتوكا، وفي الروتور كنا درنا عاود تما 1-1 وخسرنا بالضربة الترجيحية. ينتمي عبد الغاني لكحل الملقب بالغويني إلى عائلة رياضية.